بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس السابع بعد المئة كذا، نعم، في تدارس أحاديث رياض الصالحين. وهنا بلغنا وإياكم سم منهم مجلوب إذا برجنا إيش بلغنا، أي باب؟ أي مسلمة؟ لا، الباب الخامس والثلاثون، باب حق الزوج على زوجته، بذل حقوقه. الباب الماضي هو باب الرحمة والإحسان إلى النساء، هذا الباب الخامس والثلاثون في باب حق الزوج على زوجته. النووي رحمه الله مؤلف موفق، ومن توفيق الله عز وجل له هذه المصنفات التي درجت مدرج الريح عند الناس. وقد ذكروا في عمره أنه لم يجاوز 45، وآتاه الله هذا العلم، فأربعينه لا يستغني عنها طالب علم. ورياض الصالحين له لم تزل تذاكر وتقرأ، من الناس من يحفظها في مساجد المسلمين، وله المصنفات الماتعة السائرة التي عرف الناس فيها قدره وعرفوا له فيها مكانته. وما من شرط العالم أن لا يخطئ، أبى الله العصمة إلا لكتابه. ومن الفقه في هذا الباب حسن انتقائه لنصوصه في آياته وأحاديثه، وحسن ترتيب بعضها على بعض، فإنه في التوبيبات السابقة قد مر علينا 34 باب، ما كان فيها مناسب من الآيات أتى به، ثم يبدأ بالأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، ثم يردفها بما جاء في غير الصحيحين ولا سيما في السنن. وفي فقهه أيضا ترتيب الأبواب بعضها على بعض، وهذا شأن العلم، يرفع الله أهله ويمدهم سبحانه بمدد من عنده بالفهم والفقه والاستنباط ورد النظير إلى نظيره وقياس الأمور المتماثلة والمتشابهة. فبدأ بحق المرأة والرأفة والإحسان إليها، ثم ذكر حق الزوج. وحق الزوج حق عظمه الله، فإن الله يسخط على المرأة إذا بات زوجها ساخطا عليها، وإذا ماتت المرأة حين تموت وزوجها راض عنها استحقت برضاه عنها من الله الجنة. لو لم يأتي بحق الزوج على زوجته إلا هذا لكفى. كيف وقد تنوعت الأدلة في بيان عظم حق الزوج على زوجته؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الآية من سورة النساء. قال الله جل وعلا في مفتتحها: الرجال قوامون على النساء. جعل الله عز وجل الرجل قيما وقواما على المرأة، يقوم عليها
يحفظها، يربيها، ينفق عليها، فهو إما أب وإما زوج وإما ابن وإما أخ، قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. التفضيل هنا بالزيادة، فقد جعل الله في الرجال تفضيلا بالقوة البدنية والقوة العقلية والإدراكية، وهذا قدر زائد للرجل على المرأة. ولهذا شرعت الشريعة أحكاما للرجال لا تليق بالنساء كالجهاد، فليس على النساء جهاد إلا جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. نوعت الشريعة تكاليفها على كل بحسب. لماذا فضل الله النساء؟ العاطفة والحنان. ولهذا المرأة أولى بحضانة أطفالها من الرجل ما لم يكن فيها قاذفا في هذه الحضانة. هذا الأمر الأول الذي مدعاة تفضيل الرجال على النساء، ولهذا جعل الله الرجل قيما على المرأة وجعله وليا عليها. وبما أنفقوا، فإن النفقة واجبة للرجل على المرأة كل بحسبه، فإن الشريعة لا تكلف العباد ما لا يطيق. فالصالحات ذكرها هنا شأن للمرأة، فالصالحات قانتات أي عابدات لله جل وعلا، حافظات للغيب بما حفظ الله. كلما حفظت المرأة حق ربها وحق زوجها كلما علت درجاتها عند ربها. ثم ذكر بعدها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. فأفادت بما أفادت عظم حق الرجل على المرأة وحق الزوج على زوجته. وما جعل الله عز وجل للرجل في الميراث ضعفين ما على المرأة في الغالب، ما هو دائما في الغالب، إلا لأنه مطالب في نفقة لا تطالب فيها المرأة، ولا يأتي مواضع تأخذ المرأة أكثر من الرجل. مثاله، ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم، كم نعطي الزوج؟ نعطيها الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت. كم تعطون البنت؟ النصف. إذا أخذت بنتها ضعف مال أبيها، مال زوج المرأة. لكن إذا اجتمع جمع إخوة وأخوات أو أولاد وبنات جعل الله للذكر مثل حظ الأنثى، ونصيب الزوجة من ميراث زوجها نصف ميراث الزوج من زوجته. فالزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث فإن للزوج إيش؟ الربع. الزوجة لها الربع من نصيب زوجها، متى؟ إذا لم يكن له فرع وارث. فإن كان له فرع وارث ترث الزوجة من زوجها الثمن. هذا حكم الله، هذا هو حكم الله. ولهذا لا يجوز أن تعارض أيها المؤمن وأيها المسلم أن تعارض أحكام الله ببداهة عقلك أو ما تتصوره في ذهنك، لأن الأصل فيك النقص والعطب، ولأن ما يأتي عن الله كامل لا نقص فيه. ومعارضة أحكام الله عموما الشرعية والغيبية والقدرية، معارضة بالعقول بالعقول القاصرة علامة على عدم الطواعية والعبودية والاستسلام لله جل وعلا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تات فباتت غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبر. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء سافطا عليها حتى يرضى عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث جليل هو عمدة هذا الباب، ولهذا من فقه المصنف قدمه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها، دعاها إلى فراشه يعني كناية، لأن الشريعة تسمو بأتباعها، ما تأتي باللفظ الصريح من باب التأديب والسمو. ولهذا في باب الوطء والجماع تأتي الشريعة بألفاظ كناية التي يفهم منها المعنى. هنا في الحديث دعاها إلى فراشه، والفراش هنا كناية عن الوطن، ويلتحق به ما يكون من أسبابه من المؤانسة والمحادثة وما يتعلق بها، فأبت، تغلت، تكبرت، زعلانة عليه، له المعروف وتزعل عليه. هذا الزمان وهذا أهل، ما جزاؤها عندئذ؟ باتت، أي أمست ليلها، وبات زوجها والملائكة تلعنها، اللهم لعنها حتى تصبح كل الليل والملائكة تدعو عليها، لأنها أبت أن تعطي زوجها أعظم حقوقه عليها. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. مرنا في مواضع أن الملائكة تصلي على المؤمنين، ما معنى تصلي عليهم؟ تدعو لهم، وهذا من المواضع التي على عكس ذلك، دعاء الملائكة على المستحقين لدعائهم، ودعاؤها باللعنة إما أنها مجرد أنها مطلق السب المكذب للوعيد، أو أن المراد منها الحقيقة تدعو أن الله يلعنها يعني يطردها من رحمته. ولعن الله على الذنب يصير هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. دعاها إلى فراشها كما سبق كناية، مثل قول الله جل وعلا في آية المائدة أو لامستم النساء، ليس المراد مجرد مسيس الجلد بالجلد، وإنما الملامسة هنا بمعنى الوضع والجماع. وقد تأملت في موارد السنة النبوية فلم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالاسم الصريح لهذا الوضع إلا في موضع واحد، وهو موضع إقامة الحد، حد الرجم، وسائر المواضع تؤتى بالألفاظ غير الصريحة، الملامسة، المجامعة، الوطء، دعاها إلى فراشها، في الرواية الأخرى هجرت المرأة فراش زوجها، يعني أبت عليه بحقه بما استباحه منها، وإلا فإن الشريعة قدمت لها على الرجل المهر. طيب هي مستمتعة ومستودع، ليش يدفع هو المهر؟ هذا حكم الله أوجبها على الزوج.
ولهذا أوجب عليه أمور وعظم على المقابل في تخليه عن هذه الأمور الوعيد والزجر والتهديد. لم يأتي اللفظ الصريح إلا في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلقا مضطربا معترفا بما فعله من الفعل القبيح. جاء إليه من قبل وجهه فعرض عن يمينه وعن يساره ومن ورائه 4 مرات يقف، ثم قال: يا ماعز لعلك قبلت، لعلك ضميت. فيقول: لا يا رسول، حتى جاءه باللفظ الصريح الذي لم يأتي إلا في هذا الموضع. قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمر عليه الصلاة والسلام بإقامة حد الرجم عليه. وبالمناسبة هذا الحد طال وعظم عبث إنكاره في هذا الزمان، جهلا بدين الله أو مواضعة لأعداء الله، حتى صرنا نسمع عبر هذه الوسائل من ينكر حد الرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 5. إذن النبي على قولهم مخطئ، أو على قول سافرتهم وحشي، كيف يرجم بالحجارة حتى الموت؟ وهذا ما تنبئ به في صدر هذه الأمة، أنه يأتي على الناس زمان ينكرون هذه الحدود. في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا: لا ألفين رجلا متكئا على أريكة، يعني قاعدا على خخزة، لا يهاب الله ولا يهاب دينه. يقول رجمه في كتاب الله، إذا ما نفعله ولا نقوله. وقد قاله الخوارج، ويقوله بعد ذلك أنماع من هؤلاء. في الرواية الثالثة: أي امرأة بات زوجها دعاها إلى فراشها ولم تجب، إلا باتت والذي في السماء إيش؟ ها؟ ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. تبيت والله ساخط عليها، والسخط ما هو؟ الغضب. وفي هذا إثبات هذه الصفات الفعلية لله جل وعلا على ما يليق بجلاله ويليق بعظمته، لا كغضب وسخط ورضا وفرح المخلوقين، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يسخط الله على المرأة إذا لم تؤدي لزوجها حقه وأعظم حقوقه، تمكينه من الاستمتاع بها الذي لأجله شرع النكاح. فالنكاح له مقاصد كثيرة، أعظمها 3 مقاصد: الأول قضاء الوطن للطرفين، الثاني حصول الولد، الثالث وجود السكن، أن يسكن إليها وتسكن إليه، ومن جرائه الرحمة والمودة وما يتعلق بها. فالله يغضب، وأشد غضبه السخط، وأشد سخطه الأسف. فلما آسفونا انتقمنا منه، فغضبه وسخطه وأسفه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبطة بصفات أفعاله التي يفعلها إذا شاء متى شاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. فأفاد الحديث أن من حق الزوج على زوجته ألا تمنعه منها. متى يجوز لها أن تمتنع؟ إذا تعارض حقه مع حق الله، أراد أن يأتيها في حال الحيض لا تمكنه، أن يأتيها في موضع الدبر، موضع الغائط لا تجيبه. وللأسف، ولا ودي أكدر مسامعكم، كثر السؤال عن هذا في هذه الأزمة للأسف، وما كثر السؤال إلا أنه أمر واقع، لأنهم يتلقون عبر الوسائل وغيرها من أعدائنا أنواعا من الشذوذات، وهذه تسمى
باللوطية الصغرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الثانية أن تعجز عجزا بدنيا بأن يكون الوطء يمرضها ويؤذيها، فلها أن تعتذر منه، فإن أبى إلا أن يأتي حاجة وهي عاجزة فلها أن تطلب الفسخ، ولو أن ترد عليه مهره الذي بذله لهذا المعنى. أما مجرد دلع حريم وتغلي تمنع منه لأنه ما وداها عرس البلانيين ولا جاب لها الحاجة البلانيين، أو أنها هجرته بالكلام، فلا يجوز لها، تستوجب بذلك سخط الله عليها وأن تلعنها الملائكة. وسخط الله هنا ما هو دائم، ولهذا قال حتى يرضى عنها زوجها. وش يدل ذلك؟ على أن صفات الله مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تأذى في بيته الا باذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. هذا حديث اخر في حق، بل في عظم حق الزوج على زوجته، يرويه ايضا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني حاضر موجود إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد إلا بإذنه في بيته. متفق عليه واللفظ للبخاري. ما هو الصيام الذي نهيت المرأة أن تصومه إلا بإذن زوجها؟ أطلق النوافل وصيام الكفارات الموسعة، القضاء عفواً قلت الكفارات، لا، وصيام القضاء الموسع. لا تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، لأن له حق، وليس الحق خاص بالوضع، لا، بغيره. ما يهنأه طعام إلا وهي تأكل معه، هذا من حقه. والنافلة صيام غير واجب، ففيه أن حق الزوج في النوافل مقدم على الحق العباد في النوافل، هذه واحدة. وكذلك في القضاء الموسع، عليها قضاء من رمضان، والقضاء موسع على مدى كم؟ 11 شهرا. فهذا لا تصوم إلا بإذنه، تستأذنه وتسترضيه، هذا إذا كان حاضراً أي شاهداً. فإن كان غائباً فلها ذلك، لأن صيامها النوافل وما عليها من القضاء وزوجها غائب لا يؤثر ويضر بحقه عليها. متى يفوت عليه ذلك؟ إذا كان الحق لله، ما تستأذنه في صيام الواجب كرمضان، هذا حق الله مقدم على حق غيره. وإذا طاعة الزوج كطاعة ولي الأمر، طاعة مقيدة لا منه مطلقة، وكطاعة العلماء طاعة مقيدة غير مطلقة. إذا ضاق وقت القضاء إلا عن مدة قضائها، امرأة عليها 7 أيام وبات على رمضان الجديد 7 أيام ولم تصم قضاءها، لا تستأذن زوجها بصيام القضاء في وقته المضيق، لأن حق الله مقدم. وألفت الانتباه الشريف لجملة من نسائنا الصالحات أنها يكون عندها تشوف للصيام وجلد عليه، لا تصومي إلا بإذن زوجك صيام النوافل، استأذنيه ويكفي لهذا الأذن العام، فإن طرأ عليه أنه منعها فإنها تفتح. طيب، وده انها تفطر ما تصوم، وش الافضل لها، تصوم وتفطر؟ ها، وده هو بس ما قال لها شيء،
إنسان كريم و ذو مروءة، وده أن زوجته ما تصوم، فهنا مراعاة خاطره لها فيه أجر أعظم من أجر مطلق صيام النوافل. شوفوا شريعتنا كيف هي شريعة عظيمة وغرة. ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، هذا من قوامته، لأن الرجل يغار وقد لا يرضى لأحد أن يطأ فراشه ويدخل بيته. ووطء الفراش يشمل المعنى العام دخول البيت والمعنى الخاص ما يتعلق بفراش نومه إلا بإذنه، هذا من حقه عليها. فإن أذن فالحمد لله، وإلا فلا تأذن إلا بذلك، إلا بما يرضى به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من الأحاديث الجوامع. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. راع هذه المسؤولية، وليست هي تشريف محض، بل هي تكليف تضمن تشريفا، تكليف تضمن التشريف. كلكم، وكل من ألفاظ العموم. ثم ذكر من أفراد هؤلاء العموم: الأمير راع مسؤول عن رعية. من الأمير؟ ولي أمر المسلمين الذي له عليهم حق السمع والطاعة، هذا راع لرعيته، مسؤول عن أدناهم يحاسب عليها. ولهذا الأمارة ما هي محض تشريف، هي تكليف، ومنها كل مسؤولية في وزارة أو في نيابة أو وكالة أو إدارة فيها نوع من هذه المسؤولية، وهي أيضا تكليف لا تشريف. وفي آخر الزمان تنقلب المفاهيم وتنقلب، ويصبح الحق باطل والباطل حق، والمعروف منكر والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة. ليه؟ لاستغلال الجهل، وأن الناس يحكمهم عواطفهم وأهواؤهم. ومن ذلك أنه إذا تقلد الواحد من الناس مسؤولية، جاءه الناس زرافات وحدانا إيش؟ يهنئونه على المسؤولية. هذا يدل على عقل ولا على جهل؟ هذا الجهل، ما يهنى بل يعزى، يدعى له أن يعان عليه. عظمة مسؤولية وعظمة أمانة وتكليف. لكن هؤلاء المهنئين ما هو لله، يرجو شمشمة أمر من أمور الدنيا، يقول أجي أهنيه حتى لو احتجت هالباب، الباب يمسك لي وقطع عليك. وذي الظاهر يا أخوان، لاحظوا هذا المعنى، وهذا يشمل كل مسؤولية. لزهاد العلماء وفقهائهم عالم ولي القضاء في بلدنا، فلما جاءه التكليف أغلق دكانه وجلس في بيته يصيح، فلما رأى جيرانه أن دكانه أغلق ما هي بعادة، ذهب أحدهم إلى قبول الجماعة عندنا بالصدق منصور الصدق، فطلق عليه قال: عسى ما شاء شيخ فلان تأخرت، ويبكي، فأعلم أنه كلف بالقضاء من الإمام الملك عبد العزيز، جلس يبكي معه. استشعار المسؤولية ما هو تشريف وتهنئة، نهنيك على هالمنصب ما يخلف. وخذها في مسائل كثيرة على هذا المعنى، ومنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون المناصب إيش؟ ها؟ تكون المناصب مغنما
غنيمة، نسأل الله العفو والعافية. والرجل راع في أهله وصنع رعيته، أهله يعني زوجاته ومن تحت يده ممن يقوم عليه، فالبيت بيته والنفقة نفقته، والمقام رفعه الله جل وعلا به على من تحته، أوجب لهم أن يسمعوا له ويطيعوا. اسمه معناه يتجبر ويظلم ويستغل هذه الرعاية فيؤذي من ويظلم من تحته. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته، إذن لها مسؤولية لكنها تحت مسؤولية هذا الزوج. هذا في شرعنا. في النظام الغربي، في النظام الكافر، لا، هم متساويان 50-50 في أموره، وليس هذا في دينه. ويأتي من يتفلسف يقول المرأة النساء شقائق الرجال، شقائق يعني أخوتهم في الأحكام، والله ما يرزق بين هؤلاء يقول هؤلاء. الآن شهادة المرأة ترى مقدمة على شهادة الرجل في أمور النساء، أو ما لا يطلع عليه إلا النساء، ومنها عيوب النساء، ومنها ما يتعلق بالرضاعة ومسائل الحضانة. والرجال شهادتهم مقدمة في الأمور المالية وفي الحقوق وما يتعلق بها. نعم. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وين التناير الحين؟ هذا الأسماء بقى نشوفه. ها؟ الفرن اللي هو الغاز يعني؟ هذا حديث أبي علي طلق بن علي اليمامي، من أهل اليمامة، من بني حنيفة، وبلده قران، ذكرناها في غير مجلس. وين قران؟ ها؟ نسيت يا بني آدم، نسي آدم فنسى الذرية، تراها عنكم من بعيد 80 كيلو. القرينة، قران هي القرينة، وكان فيها كنيسة مشهورة، وكان راهب الكنيسة رجل من طي، وش جابه من أجا إلى القرينة؟ المذهب والدين. وفق الله طلقا فآمن، وآمن معه من آمن من قومه. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره إلى المدينة، ولما ابتدأ ببناء المسجد كان أحسن من يحسن الخلق والعجب طلق بن علي اليمامي، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يصنعه هذا اليمامي. ذكر له طلق ومن معه كنيستهم تسمى الكنيسة في قران، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموها وأن يريقوا على المكان ماء، وقد أعطاه صلى الله عليه وسلم ماء توضأ به فجعله في مزادة، وقال: إن الماء ينقص فزيدوه وفوه. وفيه إن الماء المجري عليه إن وفيته ما يذهب بركته، كذا زمزم ما يذهب بركته. واغسلوها وابتنوا محل الكنيسة مسجدا. فهدموها رضي الله عنهم كما جاء عند الترمذي وغيره، وأراقوا الماء على الموضع وابتنوا المسجد، والراهب ما قال لهم شيء. فلما أذنوا سمع الراهب أذانهم، تدرون وش قال؟ قال: ما أحسن هذا الكلام، وما أحسن هذا الداعي. يقول طلق: فارتقى ثلعة من التلاع ثم غاب عنا ولم نره بعدها. ذهب موجب دينه، إما أنه رجع إلى بلده أو أنه
انتقل إلى آخر أو أنه أسلم. إنما قال ما أحسن هذا الكلام. في حديث طلق ابن علي اليمامي رواه الترمذي وبعض أهل السنن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأته إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور، يعني دعاها لحاجة، الحاجة الخاصة وهي قضاء الوطر أو غيرها مما شرع الله للمرأة أن تخدم فيها زوجتها، يخدم فيها المرأة زوجها، لأنه من مطلق المعاشرة بالمعروف، فتترك ذلك ولو كانت على التنور. التنور وش فيه؟ نار قد تبرد وتطفأ. أنها تسارع في إجابة زوجها لعظيمته، وأن هذا أجر لها عند ربها وامتثال لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم في قوله فلتجب، أي تجب زوجها، فيشمل أمر الجماع، يشمل ما كان مثله ما لم يكن دعاها إلى معصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عبدك حق عبادته وآتى عبادك حقوقه على الوجه الذي ترضاه وتقبله منا. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اعصمنا واعصمهم بعصمتك وهدايتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سمع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وكل شيء خلقناه لبشر. وشو؟ كل شيء خلقناه لبشر. إنا كل شيء خلقناه. الثانية وخلق كل شيء فقدره تقديره. نعم. كثير ما عندنا بنات أحزان أشياء تغيبه. لو عملت كذا فكان كذا. فالأقدار تعطينا. نعم. يقول أخونا في قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. يلحق الناس مصائب ومحن ورزايا تجعل بعضهم من اعتراضه في قلبه على القدر ينطق لو أني ما سويت كذا ما حصل كذا، لو أني ما جيت ما حصل هذا، لو أني ما رحت ما وقع ذلك. هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره، فإنه قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان لو أني فعلت كذا ما وقع كذا أو وقع كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما عمل الشيطان؟ الاعتراض الضمني على القضاء القدر الذي لم يعجبه ولم يوائمه ويوافقه، هذا اعتراف، نوع اعتراف لا يكفر به وإنما يوقعه إما في الكفر الأصغر أو في الذنب، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل في الرواية الثانية في مسلم، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا الاعتراف على القضاء والقدر يبدأ بهذه الأسئلة في القلوب في النفوس، فمنهم من يصرح بها بلسانه ومنهم من تبقى مكنونة في صدره وهو مأمور بدفعها برضاه وتسليمه بما قضاه الله وقدره. سمعت أحد في منفع من منافع الدنيا ولا خير يقول لو أني ما جيت ما حصل كذا، ها؟ ما يأتي إلا في مقامات، في مقامات الشر ومقامات المصائب والرزايا، أما مقام الخير ما يقضي هذا عليه. فالشيطان يستغل ضعفه وتأثره بهذه المصيبة والرزية والمحنة فيضمنه هذا التسخط، والتسخط في القلب لكن يظهر على اللسان أو على الفعل من شق جيب ولطم خد ونتف شعر، كل هذه من مظاهر الأقوال والأفعال في الاعتراض على الرزايا والمصائب التي منها الموت.
فيقال لو إني ما جيت لو ما رحت حتى لو كان خاطئا يدفعه بإيمانه وتسليمه. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، والله أعلم. نعم. ها؟ الله أنهى السؤال هذا لك علم. يقول السائل: هل النفقة مرتبطة بحاجته للوقت؟ الجواب لا، يعني إذا ما أنفق ما يحصل شيء، هو صحيح أو قصر ما يحصل، حتى لو قصر أحدهما في حقه لا يقصر الثاني في حق الأول. مسألة ما هي معاوضة، عطني وأعطيك، حط لي وحط لك. ما دام عقد الزوجية في قائم فإن الفضل والدرجة للرجل عليه، وللنساء وللرجال عليهن درجة، أي بهذا الذي جعله. نعم، قد تكون المرأة أعقل وأفطن وأعبد وأدين وأركد، لكن مع ذلك كل جعل الله عز وجل له حقا وقدرا. نعم. يشترون كنائس. نعم. يسأل أخونا يقول: وجد في بلاد الغرب وغيرها من المسلمين من يشتري كنائس ويحولها إلى مساجد، فهل الأفضل أن يهدموها؟ الجواب: لا يلزم هدمها، فإن كنيسة الجابية في بيت المقدس حولها المسلمون في عهد عمر إلى مسجد، ما في بأس، يشترونها ويحولونها إلى مساجد ولا يلزم أن يهدموها، إنما يزيلون منها ما حرمته شريعتنا. مثل ماذا؟ مثل ماذا اللي حول؟ مثل المناحيت، الصور المنحوتة، ومثل الصلبان المحرم، ومثل الأشياء التي تنافي ديننا تحول وتغير، أما أصل البناء لا. ولا يضر أنه عبد لغير الله فيه. بل ذكر الفقهاء مسألة لطيفة، أنه يستحب أن يعبد لله في المكان الذي عبد فيه للقبلة، إظهارا لتوحيد الله عز وجل، والله أعلم. سم. نعم. الله أكبر. تحدثت عن الرجال يا شيخ طولت الله يجزاك خير، وهذا شيء طيب، لكن ما حق النساء اللاتي يأتي الزوج ويمكن وجودها بل ويمكن أحيانا حاجاتها؟ هذه ذكرناها في الباب السابق يوم ذكر الرأفة بالنساء والإحسان إليه، ذكرنا ذلك. وفي ثنايا الكلام ذكرنا أن هذا الحق للرجال على المرأة، للرجل على المرأة، لا يعني تجبرا وتسلطا وأذية وغمطه ما لها. الشريعة شريعة متوازنة، أعطت كل ذي حق حقه، والحمد لله. الأخير سؤال: هل أدعو لإجابة الله سبحانه لتصنعك على عيني؟ ولتصنع على عيني؟ أي نعم. هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء: اللهم اصنعني على عينك؟ نعم يجوز، اللهم احفظني بحفظك، احفظني بعينك التي لا تنام. لكن الذي هو من الاعتداء أن تطلب ما ليس لك وإنما لأنبياء الله ورسوله. من أدعية أنبياء إلا ما شرع لنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن يقول: اللهم ارزقني خلق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقني حظ رسول الله. لا، هذا قدر وهذا قدر. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.